القارت. واضحة الصورة؟ صوت واضح دكتور. نعم. تذكرون لاستلي آخر شيء قبل نص السنة إحنا كنا نحكي على الأسسمنت، النيوتريشنال أسسمنت، شو نسوي للشخص اللي، وهذا اللي السؤال جاكم بالآخر شيء من الأسئلة. هذا اللي قدناها بالنسبة للتشلن الأسسمنت، وأقصد بالتشلدرن up to 12 years وإلى حد الـ 18 years، إلى حد الـ 18 سنة. أول ما يدخل 18 سنة يصير أدلت، ندخل بالأسسمنت مع الأدلت. but the others يعني up to 18 years نستخدم الـ growth chart. growth chart طبعا دبل هاب شرع الموضوع بال 2006 release a growth chart based on multi-center growth reference study يسمونها MGRS. فأخذوا 5 countries من العالم كله: USA, Brazil, Norway in Europe, Ghana in Africa, Oman in Middle East and India and Asia. أخذوا سامبلات مال children وبدأوا يتابعهم normal growth، ووصلوا النتيجة، سووا قياسات standard data representative standard gene specific chart. chartات 5 تقريبا هن خاصة بالجندر والايج، يعني ال girls are different from boys، والايج categories همينة تختلف. مثلا مثال هذا مكتوب MI for age girls البينك، وأكو بلو for boys، وممكن كل الشارتات موجودة أدسها لكم. هي تشمل هذه الشارتس weight for age، يقارنون الوزن مع العمر، height for age أو length. As we know there is a difference between height and length، لأنه below 2 years child cannot stand، فيأخذون الطول مالته مو القامة، القامة من يوقف وقوفا نسميها height، length هو الطول وهو نايم، لأن the child they cannot stand. أخذوا الـ head circumference for age، وأخذوا الـ weight for height، الوزن مع الطول. أخذوا أيضاً الـ BMI for age for children، ذني الـ most important. سووا بها chartات standard، و these are growth indicators استخدموها to assess growth. They consider the child age and the measurement together. بس بالweight for length or for height ما يستخدمون child age، يقارنون بس الوزن والطول. فالفيرست one هو length height for age، الweight for age، الweight for length or height and BMI body mass index for age. The specific MI for age 5 to 19 years، 5 إلى 19 سنة. طبعا هاي American، احنا لحد ال 18، وهنا percentile احنا نستخدم Z score، بس هذا for clarification انه اكو نوع ثاني percentile اللي هو American system، احنا نستخدم Z score. وعندنا هنا example on the graph below، the age in weeks or month is on the x-axis، هذا تشوفونه جوا x axis، والweight in kilogram on y-axis هذا العمودي، هاي 2 و 3 و 4 و 5 هاي كلها بالkg مكتوبة weight kg، وهنا الweeks.
A point has been blotted for an infant boy who is 6 weeks old and weighs 5 kg. هذا عمره 6 أسابيع ووزنه 5 كيلو. ده تشوفون العمر هنا مقابل 6 النقطة صارت ومقابل 5 الوزن مالته. نرسم نقطة. Assemble as that. The boy is مكتوب فوق 6 weeks old and weighs 5 kg. Okay. هذا كل صاير عن نورمال. خط الأخضر نورمال. وهسه راح نعطيكم جدول بكل الشارتات الموجودة شلون أفسر النقطة اللي موجودة. فالطريقة سمبل والشارت مجرد ما نعرف الايج exactly. وقلنا إذا هو مثلا 6 أسابيع ويومين ينحسب على 6 لأنه completed weeks ما ينحسب. حتى إذا 6 أسابيع وخمسة أيام ينحسب على 6 اللي يكمل يلا يوصل 7 بالنسبة للعمر. هذه مجموعة نقاط إذا تشوفوها جراف girl height for age at 3 visits جاية 3 مرات وسجلنا لها 3 نقاط. The horizontal line represent 1 cm increment بالطول. Well, the first visit she was 2 years and 4 months of age and 92 cm in height. هنا كانت عندنا سنتين تشوفون 2 years وياها 4 أشهر عمرها. فوين صعدنا بهذا الاتجاه ويا الأربعة وصلنا إلى الطول لأنه مقسم خطوط من 90 إلى 95 كل خط 1 سنتيم فهي 92 صارت نقطتها هنا. وبعدين 3 سنوات و3 أشهر صعدت والطول مالتها صار 98 إذا تشوفون هذا جوال 100 بدرجتين. وبعدين 4 سنوات و2 شهرين وصلت إلى طول 100-103 بالضبط. هاي النقطة السوداء فتشوفون هذا تصاعدي وموازي للطبيعي فنعتبره فهاي انتبهوا له لأن التطبيق وكل النقاط يعني شنو معناها راح يعتمد على هذه الـ 0 و 1 2 3 -1 -2 -3 لازم نحفظها كلش مهمة. Okay, so here this chart show a boy weight for height. هذا بدون age الوزن للطول. فالويت صاير بالفيرتيكال اكسس والهايت صاير بالهوريزونتال اكسس. وتشوفون اول نقطه طوله 85 سنتيم ووزنه 13 هنا عليه. فصارت النقطه مالته هنا. وبعدين والتايم جانا الطول مالته 97 والويت ايش قد الويت 16 هاي النقطة الثانية. رسمنا بين الخط حتى نتابعه. وطبعا اكو نقاط راح تجي تكمل هذا الشارت بالزيارات المستقبلية المفروض. اوكي شلون أفسر هاي النقطة؟ أهم شيء هذا الجدول. هذا الجدول قاعد ينطيكم 4 شارتات بالنسبة للأفقي اللي هي Growth Indicators. وهنا مطيكم الزد سكور اللي هو Above 3, Above 2, Above 1, 0, Median, Below minus 1, Below minus 2, Below minus 3. اوكي فانتبهوا لهذا الجدول. كل الكلام كل التفسيرات هي بي
أنا إذا أريد أفسر الربط، أول شيء أحدد شنو الجدول، إذا أريد أقرأ هذا الجدول أريد أحدد شنو مأخذين، مثلا هذا height for age، أجعل ال height for age سوري هذا أول واحد length height for age، بعدين أجي للنقطة وين صايرة، مثلا النقطة صايرة هنا بالنص اللي هي فوقها خط 1 وجواها خط ماينس 1، فهي صايرة قريبة على الخط الزيرو الجرين. شو يقول للجدول؟ يقول لي هنا أنا بالميديان ماكو شيء نورمال، مأشرة حتى مظللة. أوكي جاي؟ فاهمين الوضعية لو أعيدها؟ شوفوا هذا الجدول قدامكم، قروا لي شنو مكتوب فوق، growth. أوكي growth شنو؟ indicators، هاي الكلمة فوق black growth indicators. ما أدري أنا أقدر أكتب على حقيقة القلم راح مالتي، ما يكتب، أقدر أكتب بالماوس أأشر دراونج. خلي تشوف جات وماكم ما بيها، anyway هذا تفسير النقطة اللي يصير على الجدول. أنا يا جدول مستخدمة لأن أربع جداول قدامكم length height for age اللي هو هذا، هذا height for age، هذا أكو منه هواي أنواع حسب العمر والجندر، فنفس التفسير هو نفس تمال النقطة بس تستخدمون الجدول حسب العمر، بس التفسير مال هذا الجدول الشارت يبقى نفسيته. احنا عادة نستخدم كل الشارتات على الأقل 2-3 لكل شارت. بعدنا أول واحد length height for age تشوفونه above، إذا طلعت النقطة باللينكث اور هايت فور ايج ابوف 3، من يقول لي وين ابوف 3؟ دا تشوفون الماوس وياي طلاب، اي دكتور تسمعوني؟ دكتور وين الابوف 3 هنا؟ خلنا نفرض طلعت النقطة ابوف 3، هذا الرقم اللي على اليمين مو 3 وياي؟ ويا دكتور. فإذا طلعت النقطة السوداء فوق الخط الأسود ابو الثلاثة هذا بالبوزيتيف مو بالنيجاتيف جوا ماينس 3 فوق، إذا طلعت هنا خلنا نفرض تطلع النقطة بالشارت هنا فوق الخط الأسود أعلى واحد تطلع فوقه، يعني مثلا طفلة عمرها 3 سنوات وأنتوا قاطعوها وطولها 110، وين تطلع؟ فوق الخط الأسود لو لا؟ هذا 3 سنوات اللي مكتوب 3 years، الخط يصعد دي فوق ويقابل الطول على اليسار 110، راح تطلع لنا هنا الماس تشوفوه ولا لا؟ نعم دكتور نشوفه. اي اذا تشوفون الماس هذه وين موقفه اني، فهذه ابوف 3، وين هال 3؟ هاي ال 3 طلعت لي نقطه ابوف 3 وهي جيل، انا ما اخذها
طولها 110 عمرها 3 سنوات ضبط. فتفسير النقطة اللي above 3 شنو معناها؟ هنا كاتب لي above 3 شوف الماوس see not 1 يعني شنو هاي الطفلة؟ tall أكثر من اللازم. A child in this range is very tall. Tallness is rarely a problem. ما يمثل مشكلة عادة. Unless it is so excessive that it may indicate endocrine disorder. مثلها مع الجروث هرمون التيومار بروديوسر التيومار يخلوهم النمو مالتهم يصير أعلى. بس هي عادة الأهل هم العائلة طول فماكو مشكلة وما نخاف من هيجي rarely is a problem. Okay. Refer a child in this range for assessment if you suspect endocrine disorder. يعني إذا شفت مثلاً الأب والأم normal الطول مالتهم فنقول الطفلة هذه طويلة بشكل مو طبيعي فنحولها على pediatric endocrine لأنه excessive tall for his or her age. بس إذا لقينا الفادر أو المذر أور بوث أر تول مور ذان يعني أفريج أوكي راح نقول هذه فاميليال زين هاي أبوف ثري اللي جواها بالنسبة للنكت فور هايت اللي مضللة هذه اللي أمشي عليهم بالماوس مضللة بالرصاصي أبوف تو أبوف وان وزيرو بالميديان وبلو ماينس وان أنا بعدني باللينث أو هايت فور إيج راح أرجع له هذا الأبوف 2 هذه هنا هاي المنطقة الأبوف 1 هذه والزيرو هذه والماينس 1 هذه أوكي كل هذه ما بها مشاكل هذه الأريا كلها من بلو 3 أو من 3 على الخط إلى ماينس 1 على الخط بالنسبة للطول ما بيها مشاكل أوكي ماكو مشكلة يمتى تبدأ المشكلة بلو ماينس 2 يعني النقطة وين تصير بلو هذا الماينس 2 ريت جوا ما بين الماينس 2 والماينس 3 بهاي الأريا كلها whatever the age إذا نعم. تحت الماينس 1 على الخط جوا الخط هي جوا الخط يا خط منهن حددي لي تحت الماينس 1 يعني ما بين ماينس 1 وماينس 2 اي تكون نورمال بلو ماينس 1 نورمال هاي مضللة هاي قدامك هاي بلو ماينس 1 هاي مو مضللة رصاصي اي دكتور ماكو شيء طبيعي هاي بالنسبة للهايت ترى بس احنا دا نحكي على الهايت قصدك هاي الاريا بين الماينس 1 وماينس 2 مو اي هاي نورمال مضللة رصاصي ماكو شيء احنا بس قلنا احتمال اهلها طوال او انه أو مثلاً ميل يكون أهل طال أو فد إندوكراين ديسوردر إذا شكينا بي فبلو ماينس 1 is normal بس بلو ماينس 2 شنو؟ مش مكتوب بالجدول أنت قريها لي بلو ماينس 2 أول عمود اللي هو length height for it شنو منا؟ مش مكتوب؟ دكتور بعد ما طالع ليش؟ ما أدري البقية طالع عندكم الجدول شباب هسه طالع المخطط اي هسه طلع هسه المخطط اي ايش مكتوب مقابل بلو ماينس 2 استنتد مو اي دكتور وايش مكتوب جواها سي نوت 4 4 تعال مشينا على نوت 4 على اليسار it is possible for a stunted or severely stunted child to become overweight يكسر فيصير سمين القصيرين دائما يميلون للسمنة
بس stunting هو تقزم، لأنه الطول هي مشكلة مزمنة. أهم شيء طلاب لازم تعرفوه، إذا واصل مرحلة متأثر الطول يعني صار له هواية مال النيوتريشن، صار له فترة عنده نقص غذائي، أوكي؟ بس الوزن يتأثر بالأكيوت ستيج، إذا وصل مرحلة الطول يتأثر لا، هنا ننتبه أكثر، المشكلة مزمنة صار لها فترة، صار لها سنين يعني ما معالجة. من توصل مرحلة أن الطول استنتج بداية تقزم بالطفل، فمعناها المشكلة كرونيك. إذا صار بلو ماينس 3 الجدول ماينس 3 معناها شنو بالجدول؟ سيفيرلي استنتج. ده تشوفوها سي نوت 4 نفس الشيء، severely stunted. اوكي، فالطول الهايت او اللينث اذا تاثر يمتى يصير ابنورمال؟ من تصير النقطه جوا الماينس 2 او جوا الماينس 3. اوكي، اكو سؤال عليها؟ اكو سؤال؟ ماكو سؤال؟ فاهمينها؟ ايه دكتور، ما فاهمينها؟ ها؟ لا واضحة دكتور، واضحة، ماكو إجابة بس فواضحة، هي سهلة بس مجرد النقطة نطلعها. وهذا الجدول أريد تحفظوه، لازم تحفظوه عن ظهر قلب زين؟ نجي على الويت فور ايج، العمود الثاني. الويت فور ايج، الوزن للعمر. جيت اني هذا الويت فور ايج، هذا بويز بيرث تو 6 مانث. كل طفل اختار له حسب عمره وحسب الجندر، ولد بنيه وهكذا. نا بويز بيرث تو 6 مانث. خلينا نفرض النقطه طلعت بالweight for age above 3 above 2 above 1 كلهن جامحن بملاحظة 2 not 2. هنا يقول a child whose weight for age fall in this range may have growth problem but this is better assessed from weight for length or height. Okay. يعني هنا لازم نستخدم تشارت ثاني اللي هو weight for length أو BMI for age حتى يبين لنا، لأنه هناك تفسيرات تختلف بالweight for length obese وoverweight، شوفوا وpossible risk of overweight. فبهالطريقة نطلع الـ indication. مثلا بالweight for age طلع لي below minus 2، باللينث أو هايت فور ايج سميناه stunted. هسه شو نسميه هنا على الوزن؟ اندر ويت. اندر ويت هذا وين يبدي؟ من بلو ماينس 2 بالويت فور ايج. هذا الويت فور ايج وهذا الماينس 2 الاحمر جوا. من طلعت النقطه هنا مثلا بوي الايج ماله بالاسابيع 8 والوزن مالته 4 راح يصير جو الخط الاحمر الماينس 2. فهذا شنو تفسيره؟ اروح للجدول بلو ماينس 2 هذا التشايلد هو ويستد او سوري اندر ويت، لانه ويت فور ايج اندر ويت. اذا نزلت النقطه جو الماينس 3 راح يصير severely underweight. إذا نزلت النقطة هنا مثلا child عمره 4 أشهر ووزنه 4 فصار جوا الماينس. هذا كل السفير، هذا يعني الطفل اللي عمره 4 أشهر ووزنه 4 كيلوات هذا severely wasted. أروح للجدول
أشوف wait for h بالعمود فوق وأنزل جوا، وين لقيت أنا below minus 3 severely underweight see note 5 يقول لي. فالnote 5 إحنا ما نحتاجها مع المانجمنت، بس هو severely underweight. أوكي، وهكذا بالنسبة للبقية. فهمت الجدول؟ من ما فهمه زين. هذا BMI for age، تمام، for girls اللي هو آخر واحد بالجدول. إذا كان above 3 obese، يعني شنو above 3؟ يعني هنا يصير النقطة هنا تطلع بهذه المنطقة كلها فوق الخط الأحمر فيعتبر أوبس. سهلة جدا، بس هذا الجدول ينحفظ أهم شيء حتى نعرف الإكسبرشن مال النقطة. ملاحظة واحدة بس أنطيكم إياها، أي شيء على الخط ما يدخل ضمن نفس الخط. أسألكم سؤال، إذا النقطة طلعت على الماينس وان كلش المن أحسبها؟ للزيرو لو جوا الماينس وان بهذا التيبل، مو هذا بهذا التيبل زيرو. نعم للزيرو أبيه نصعد لي فوق بالماينس، وإذا طلعت على الواحد المن أحسبها؟ فوق الواحد لو جوا الواحد للصفر أحسبها للصفر. خوش، خل نفرض نقطة وقعت على الخط ثلاثة، ش أحسبها؟ ثلاثة بالموجب أحسبها أبفتو أبفتو تنحسب. أوكي، خل نفرض نقطة وقعت على الماينس تو بالسالب، أحسبها بلو ماينس ون؟ ما أحسبها ماينس 2 بلو ماينس 2. مفهومة هذه؟ عيدها دكتور. يعني كل الماينس، أي نقطة تصير على خط الماينس تنحسب ضمن الفوق، يعني تصير على ماينس 3 تعتبر بلو ماينس 2، تصير على ماينس 2 بالضبط فوقه تنحسب بلو ماينس 1، تصير على ماينس 1 تنحسب ضمن الزيرو، والعكس بالنسبة للبوزيت، إذا صارت على 1 تنحسب للزيرو، وإذا صارت على 2 تنحسب more than 1، وإذا صارت على 3 تنحسب more than 2. حتى من تجون بالجدول هاي above 3 above 2 above 1 تعرفوها below minus 1 below minus 2 below minus 3، هذه النقاط كلها تتعلق بالنقاط اللي توقع على الخطوط. أوكي، وحفظوا هذا الجدول مهم حتى in the future، يعني you'll be able to help a lot of children حتى ذا بريفيرال ما يخالف، ولا نخليه بهالمشكلة اللي لا أهله يعرفون بيها ولا أحد ممكن يوجههم ما عدا the doctor هو يعني. أوكي، so this is what's about all about يعني growth chart. راجعوها، والgrowth chart كلها موجودة عندي، ممكن أدسها لكم وين ما تريدون، موجودات بشكل PDF لكل الأعمار مال تشيلدرن. إحنا نمشي على الزد سكور، ودائما almost always نقول consider all growth chart، يعني ماكو growth chart واحد يعطينا هنت إلى البقية. وهنا أنا مثل ما تشوفون الملاحظة اللي حكيناها length or height for age reflect attend growth in height and stunting imply that there is for a long time period the child received inadequate nutrient to support normal growth or he suffer from repeated infection. إذا تأثر الهايت معناها المشكلة كرونيك مزمنة صار لها فترة طويلة، بس الويت يتأثر أكيوت
إذا تشوفون طفل عمره مرات 4 أشهر 5 يصير إسهال رأساً وزنه ينزل رأساً يتأثر بشكل حاد أكيوت زين وبعدين من نسوي له يعني مانجمنت ونطي فلويد وما أدري شنو والفيدينج ما ترجع نورمال رأساً النقطة ما تورى أسبوع ترجع للطبيعي. هاي الأطفال اللي أعمارهم جوا 6 أشهر كلش واضحة تشوفوها بيهم بينما 3 سنوات و4 من نشوف استنتج نقول هذا صار له سنة هو بادي مال نيوتريشن لأن الطول دائما يعكس الشيء المزمن كرونيك. أوكي and then ال weight for length هو reliable growth indicator. إذا ما نعرف الايج والطفل نسوي له weight for length or for height حتى ذا العمر ما نعرفه هم يعطينا فكرة. ال wasting هو weight for length or height below minus 2 usually result from a recent severe event مثل قلل food intake أو illness سوى severe weight loss. ال BMI for age classified children in similar manner to weight for length but both indicator also help to identify whether the child has excess weight relative to length or height. عادة الأطفال اللي فوق 12 الأدولسنت استخدموا لهم BMI for age أفضل والصغار جوا 5 استخدموا weight for age بالنسبة للوزن يعني BMI for age أحسن بالنسبة للأطفال اللي كبار عمر المدرسة وعمر والمراهقة BMI for age is a good indicator. So looking at the growth chart altogether will help you to determine the nature of growth problem and to consider the trends. Trends هاي أنا أشرحها إن شاء الله next lecture بس اطلعوا عليها. يعني شلون إذا طلع لنا خط هيك نازل شنو معناها؟ ممكن هذه تطلعون عليها. وتشوفون هذا الخط اللي أبفته بعدين وصل مرحلة إلى النورم بعد فترة overweight وصار نورم وهنا أنا acute دكتور خط العين هذول جوا 6 أشهر boys فهو boy بدأ بعمر 10 أشهر العفو 10 أسابيع نزل من وزن 6.5 رأسا نزل خلال أسبوع ووصل إلى يعني شوية above 5 هذا decline ممكن دياريا صارت وسفير دياريا هاي مكتوب episode of دياريا وبعدين رجع normal ويل يعني من سوى التعويض الفلويد واللوس اللي فقده هذا الترند اقروها ان شاء الله next lecture I will be يعني explain this trend in detail بس اهم شيء هذا الجدول تطلعون عليه وهذا ينحفظ يعني حفظ شنو معنى لو minus 1 بهذا الgrowth chart وشنو معنى above 2 ان مثلا weight for length وهكذا وهنا سهلات يعني اخر 2 weight for length والBMI مش شابهات وجو هم الشابهات بالدياغنوستس سيفيرلي ستانتد سيفيرلي اندر ويت سيفيرلي ويستد وسيفيرلي ويستد اندر ويت وستانتد دني تحفظون المصطلحات لا راح ناخذ كل واحد بوحده راح ناخذ شنو معنى ويستينج مختصر ونحكي عليه علما اوكي سي يو ليتر ذس از ذا اند اوف ذا ليكتشر اوف توداي